هذه هي الناموسة الصغيرة اللي كتكون في المطبخ، والأصح نقوله الذبابة الصغيرة، لأنها نوع من الذباب وليس نوع من البعوض، كأنها بنت الذبابة الكبيرة، لكن في الحقيقة هذا نوع آخر من الذباب اسمه العلمي دروزوفيل، وهي ذبابة لا يتعدى طولها 3 مليمترات، عبارة عن ذبابة صغيرة مزعجة، وعادة ما يكون لونها أصفر شاحب ويميل إلى البني مع عينين حمراوين، يعني غضبانة عوال على خزيت. كتلقاها لاصقة في حيط الكوزينة في هدوء وسكينة داخل سوق راسها، بحال ذبابة الحمام هذه اللي هضرنا عليها في الفيديو السابق. هذا الذباب موجود على مدار السنة، ولكنه نشط بشكل خاص في المواسم الحارة ويتكاثر بكميات كبيرة، في حين أنه أقل نشاطا في درجات الحرارة المنخفضة. كتدخل عندك للدار فقط لأنها شمت ريحة الفواكه والخضروات، وخصوصا إذا كانت ناضجة مزيان، عزيز عليها الخموجية ورائحة الخل التي تنبعث منها، حيث هناك من يسميها بذبابة الخل. في الواقع هاد الذباب ما كيتعداش على الفاكهة، بل ينجذبون إلى الفاكهة التي تجاوزت مرحلة النضج أو المتخمرة، بالإضافة إلى الفطر أو العفن الذي ينمو على الفاكهة أو داخلها. تتغذى هذه الذبابة على سكر الفاكهة وعلى الكائنات الحية الدقيقة التي تتحلل من الفاكهة وغيرها. ومني كتعمر كرشها وكتشبع، كتحط البيض ديالها من 30 حتى 50 بيضة، إما على الجزء المتعفن من الفاكهة أو تودع البيض داخل الفاكهة. بعد 3 أيام تفقس وتخرج منها يرقات دويدات صغيرة ودقيقة، بيضاء صعب تشوفها، زعما اللي كياكل الفاكهة الناضجة بدون غسل راه ما عندوش الكرش، عنده سلة المهملات، الله يهدينا ويهديه. المهم هاد الدويدات تبدأ في التهام لب الفاكهة المتعفن لمدة 5 أيام، ثم تدخل شرنقتها وتبقى ساكنة فيها لمدة 2 يوم، لتتحول بهدوء إلى ذبابة بأجنحة وأرجل كاملة، وتخرج من شرنقتها من ظلمات البيضة وزحف اليرقة إلى الطيران بأجنحة وبحرية، سبحان الله. تطير لتلتقي بذباب آخر من نوعها للتزاوج وللبحث عن مغامرة جديدة في إحدى المطابخ الحاضنة لها بخيراتها المتنوعة والناضجة. إلى لقيتها الذباب في الدار، عرفي بأن بورك بيض رجلك مخرش طارو، ما خاصوش يخليه يبات، راه كيعطي فرصة لهاد الذباب يزوق لك الكوزينة. وعندك تحقر هاد الذبابة وتقول لا صالحة، راه الناس الفاهمين ربحوا بها جائزة نوبل، وهي من بين الحشرات اللي عزيزة على العلماء والباحثين، فهو من الذباب المستخدم في دراسات علم الأحياء وعلم الوراثة ودراسة العديد من الأمراض البكتيرية. نظرا لدورة حياتها السريعة، فدورتها من البيضة إلى اليرقة إلى الشرنقة إلى أن تخرج ذبابة بالغة تستغرق 10 أيام فقط. ذبابة الفاكهة ليست سامة ولا تشكل عادة تهديدا لصحة الإنسان، لا داعي للقلق المفرط منها، لكن إذا تواجدت بكثرة في المطبخ وبدأت تتصل بالأطعمة أو تسقط بها، فهذا يمكن أن ينقل أمراض. إذا وجدت ذبابة واحدة فقط، فاعلم أنها تفكر بصمت كيف تصل إلى صحن الفواكه المعروض فوق طاولة المطبخ، ففكر بدورك بصمت كيف تحطم أحلامها وبسرعة. أفضل طريقة للوقاية منها، افحص الخضار والفواكه جيدا، تحقق من عدم وجود بيض ذباب الفاكهة واليرقات المخفية في المنتجات لمنعها من دخول منزلك. افحص الفواكه والخضروات خصوصا التي خارج الثلاجة بانتظام، ومن الأحسن وضعها في الثلاجة حتى لا تنبعث منها الرائحة وبالتالي انجذاب الذباب إليها. يجب الاحتفاظ بالمواد السكرية مثل الدقيق الذرة ومسحوق السكر وخصوصا الخميرة، الاحتفاظ بها بشكل مغلق وجاف، لأن الذباب ينجذب إلى الروائح التي تبعثها هذه المواد عندما تكون رطبة. حافظ على نظافة أدوات المطبخ، نظف أطباق الفاكهة والأكواب والأواني وألواح التقطيع والسكاكين على الفور، لأن ذلك لا يستدعي ذباب الفاكهة فحسب،
بل يستدعي أيضا الميكروبات والحشرات الأخرى. حاول أن تنظف وتعالج مواسير صرف المطبخ، لأن هناك بعض بقايا الطعام والفواكه تبقى عالقة بالداخل. قم بصب الماء المغلي مع الخل والبيكربونات الصوديوم لقتل بيض الذباب واليرقات. نظف العلب التي بها مخلفات سائلة. نظف المشروبات المسكوبة عن طريق الخطأ على الفور، مثل العصير، وحتى مناديل الثوب أو الإسفنج التي تنظف بها يجب غسلها بعد المسح بها، أو استعمل مناديل صالحة لاستعمال واحد فقط. المهم عوض أن تنبعث من المطبخ رائحة الخل والخموجية والعفن، يجعل المطبخ تنبعث منه رائحة جافيل والنقاوة والطبخ والفن. إذا التزمت بهذا السلوك فلن تجدها إطلاقا. أما بالنسبة لمن ينصح بوضع فخ لها كأس به خل وأشياء أخرى لتقع فيه، أنا من رأيي هذا يساعد على دخول ذباب آخر من الخارج، لأنك تحفزه بالرائحة وربما لن يتجه إلى الفخ، قد يتجه إلى أشياء أخرى. هذا كل شيء عن ذبابة الفاكهة. شكرا لكم على الدعم والتشجيع، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.